عليكم ومرحبا بكم في قناة ويت سامة سميحة. إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى ألف خير. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم واحد الوجبة للسحور متكامل بدون حلاوة، يعني مصنعة كيك بالتمر والدقيق الكامل بدون سكر وبدون دقيق أبيض. نتمنى إن شاء الله من الفيديو ديال اليوم ينال إعجابكم، وما تبخلوش ليا بلايك والاشتراك على القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نخليكم مع الوصفة وطريقة التحضير. إذن على بركة الله غادي نحتاجو لزوج البيضات، كاس معمر ديال الزيت، كاس ديال الحليب، حفنة ديال التمر أو زلافة صغيرة ديال التمر معسل، حفنة صغيرة أو زلافة صغيرة ديال الزبيب، زوج الخمارات حمرين، وواحد الكاس وربع تقريبا ديال الدقيق الكامل. إذن في واحد الخلاط كهربائي غادي نوضع كاس ديال الحليب، غنضيف عليه حفنة ديال الزبيب بعد ما رطبته شويه في واحد المسخول باش يجينا مرطب ودغيا تطحن لينا ما نلقاوش معاه مشكل. والحفنه ديالنا ديال التمر من الاحسن كيف ما قلت لكم يكون معسل باش يجيكم ديك الحلاوه زوينه، يعني ما يكونش ناشف ويكون دغيا كيتطحن. كيف كتشوفوا انا قطعته حيت منه العدومه ديالو. صافي غادي ندير البليندر ديالي اولا الخلاط الكهربائي ديالي وغادي نطحنوا المكونات مع بعض. صافي كيف كتشوفوا يعني كيختار ليا كيعقد ليا داك الخليط مع الحليب. غنضيف عليه واحد الكاس معمر ديال الزيت لان درنا فقط زوج البيضات، الا درتو ثلاثه فغديروا واحد كويس ديال الزيت عامر. صافي غادي نسدو عليه ونميكسيو عاوتاني المكونات مع بعض تيتمزجوا ليا مزيان. كيف كتشوفوا دغيا كيعقد لينا الخليط لان فيه داك التمر والزبيب. غنضيف عليه دابا زوج البيضات وغادي نخلط الكل مزيان. صافي غادي نبقاو نخلطو مزيان تنشوفو ان داك التمر ديالنا وداك الزبيب تمزج مزيان مع المكونات كامله وميبقاوش لينا يعني فيه دوك ميبقاش لينا هكا قطع صغيره. صافي نحسو بيه تمزج مزيان وديك الساعه غادي نحيدوه من البليندر ديالنا ونخويوه في واحد الاناء. صافي كيف كتشوفو حصلت على هذا القوام هذا. صافي التمر ديالي والزبيب ديالي تخلطوا ليا مزيان مزيان. غنجيب دابا الخل، غادي نزيد واحد المعلقه كبيره تقريبا. كيف قلت لكم دائما الخل هو السر ديال لي كيك ديالنا باش يجيونا مفشفشين وزويونين وما يجيناش يعني مدقسين. غادي نخلطوا مزيان. غنضيف زوج الخمارات ديالنا وحده تلو الاخرى وغادي نزيدو نخلطو مزيان. كيف كتشوفوا ما عندنا حتى شي حاجه يعني في الكيك ديالنا اللي قدر اولا شي حاجه. الصراحه انا هذا الكيك كنعتمد عليه بزاف بزاف السحور فراه كيجي متكامل يعني غير بالتمر تبارك الله والزبيب، يعني واحد المكونات اللي مفيده بزاف وغنيه بالمغنيسيوم وتساعدنا حتى في الصيام ديالنا. كيف كتشوفوا غادي نضيف عليه دابا واحد الكاس ديال الدقيق الكامل وغتشوفوا معايا القوام. هي الكيك ديالنا صراحه بزوج البيضات كتجي كاس ونص يعني من كاس وربع حتى لكاس ونص ديال الدقيق الكامل كتجي هي هذيك. كيف كتعرفوا القمح راه ماشي هو الفورس اولا الدقيق الابيض كي يعني دغيا كيشرب لينا الكيك ديالنا. كيف غادي نبقاو نخلطو مزيان ونحاولوا اننا نهويو الكيك ديالنا من الوسط كيف كنديرو مع باقي الكيك ديالنا. غنضيف دابا نصف كاس اللي بقى ليا من الدقيق الكامل. الدقيق الكامل راه هو القمح بالنخاله ديالو،
كيف كتعرفوا غير النخله بوحدها يعني راه فيها واحد الفائده اللي كبيره بزاف. كيف كتعرفوا يعني الدقيق الابيض ما فيهش واحد الفائده كبيره. يعني كيف قلت لكم كنتمنى من قلبي ان شاء الله انكم تجربوا هذا الكيك، ما غاديش تندموا، حتى اللذه ديالو كتجي زوينه بزاف، ولا ذقتوه ما غاديش تقولوا نهائيا انه زعما راه بلا سكر، بالعكس كيجي يعني الحلاوه ديالو طبيعيه جدا وغني بالفيتامينات ويعني المغنيسيوم ومفيد لنا يعني للصيام ديالنا ويعاوننا يعني في النهار اللي غادي ندوزو. صافي كيف كتشوفوا من بعد ما حصلت على هذه القوام غنجيب واحد المول من بعد ما دهنته مزيان بالزبده ورشيت عليه شويه الدقيق الكامل، غنخوي عليه الخليط ديالي كيف كتشوفوا. واخا يبان لكم يعني هذاك القوام يعني ثقيل شويه، ولكن راه غير احتاج بالدقيق الكامل. اما راه الكيك ديالنا كتجينا رطيبه ومفشفشه من الوسط، زوجتو مع هذيك المعلقه ديال الخل اللي كنصحكم بها دائما. صافي غنحاول نسرح الكيك ديالي وغندخلو لواحد الفرن نشعلو عليه من التحت تنحسو به يطلع، وديك الساعه نشعلو عليه من الفوق باش يتحمر لينا فقط ونخرجوه. هذا هو الكيك ديالنا من بعد ما خرجناه كيف كتشوفوا. انا صراحه بالنسبه لي يعني الديكوراسيون ديالو من الفوق تقدروا تستعملوا الشوكولا اولا يعني اللي بغيتوا، ولكن انا صراحه فضلت انني نخليها صحيه وما نزيد عليها حتى شي حاجه يعني مصنعه، فدرت ليها فقط زوقت بخويطه ديال العسل، عسل حر طبعا ماشي غير ديال السكر. صافي كندير لها هكا يا خويطات باش كتجي داك كيجي صراحه داك الديكور زوين بزاف، وتا داك المذاق ديال العسل صراحه كيجي زوين بزاف مع داك لوغو ديال الكيك ديالنا، وكتبقى طبيعيه وحلاوه طبيعيه. صراحه غادي تعجبكم بزاف بزاف، راه كتجي بنينه بزاف وكتجي رطبه ومتكامله، ان شاء الله تعجبكم. صافي غنبقى هكايا نحاول نخططها بالعسل، كيبقاو ليا دوك الخطيطات من الجنب كيجي بحال الشكل ديال الكراميل. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، وهذا هو الكيك ديالي، زوقته شويه من الفوق بالكركع. كنتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه ديال اليوم، اكيد اكيد غادي تعجبكم بزاف، وخليوا لي تعليقات ديالكم كيف جاتكم، بخصوص يعني الاصحاب السكري اللي ما كيتحرموا الصراحه من السكر وكيتشهوا دوك لي كيك وشحال من حاجه حلوه ما كيقدروش. ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديال اليوم وتجربوه وتخليوا لي تعليقات ديالكم. رمضان مبارك سعيد عليكم كاملين، ومرحبا دائما بالاقتراحات ديالكم. خليكم في أمان الله، إلى فيديو قادم إن شاء الله.